الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك ربنا، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت، لا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فاللهم لك الحمد على نعمك العظيمة، لك الحمد ربنا في الأولى والآخرة، لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة، الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا. يا رب صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا وللناس جميعا عونا وفرجا وفرحا وشفاء وسرورا. يا رب صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لأهلنا في سوريا عونا وفرجا وفرحا وشفاء وعافية وسرورا، برحمتك اللهم يا أرحم الراحمين. صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل يا ربنا عليه في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكون كلامنا كله طيبا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصائبين الصالحين، وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم يا كريم العطاء، يا مجيب الرجاء، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا ذا المن والعطاء، ارفع عن أهلنا في سوريا البلاء، يا ذا المن والعطاء. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، جهلاء فعلمنا، حيارى فاهدنا، مظلومون فانصرنا، مرضى فاشفنا، مبتلين فعافنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال ربنا جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة، فإن لما يجري لإخواننا في سوريا لمحزونون، إن لما يجري في أرض سوريا لمحزونون. نسأل الله تبارك وتعالى الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، أن يرفع عنهم البلاء. كلنا رجاء، كلنا رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. إلهي ومولاي، لا أضام وفي رحابك عصمتي، لا أخاف وفي حماك أماني. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك، أسألك يا الله يا رحمن باسمك الأعظم،
أسألك يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا ومن كل داء شفاء. حقيقة الأمر يا حضرات إن المؤمن الحق يتألم لألم إخوانه في أي مكان. الله يقول إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. المؤمنون كل المؤمنين إخوة، وإن تناءت بهم الأقطار، اللي قاعد في الشرق واللي قاعد في الغرب اللي قاعد في الهند واللي قاعد في السند اللي قاعد في أي حتة، إن المؤمنون الله قال إنما المؤمنون إخوة. ورسول الله علمنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. احنا كلنا جسد واحد، المؤمنون كل المؤمنين جسد واحد، اذا اشتكى منه عضو اللي يحصل تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بقيت الجسد يتألم لألم هذا العضو. أي مسلم في أي شبر من أرض الإسلام يتألم، أكيد كل المسلمين بيتألموا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا العافية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عنا، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. تعالوا مشاهدين الكرام نستكمل حديثنا في سلسلة القرآن الكريم، وإحنا ماشيين في سلسلة الأمثال التي جاءت في القرآن الكريم. اليوم إن شاء الله موعدنا مع المثل 26 اللي جاء في سورة النحل. حاجة غريبة جدا الناس يا أخي، سبحان الله، المشركين بصفة عامة، يعني بصفة خاصة عفوا، المشركين بصفة خاصة، حاجة تعرفش كانت عقولهم فين، يعني سبحان الله تعرفش عقول الناس دي كانت فين. هم يكرهوا البنات، أهل مكة زمان قبل بعثة رسول الله العصر الجاهلي، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ماشي، هو ما عندوش حق أن يكره البنات، ده خلفة البنات دي حاجة كده، حاجة عظيمة. يا بخت اللي ربنا من عليه بالبنات، سبحان الله، يعني اللي ما خلفش بنات ما خلفش، من الآخر كده يعني، ده رأينا، ويعني واسمحوا لي أن أنا أقول رأيي، يعني حتى القرآن قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. القرآن قدم هبة الإناث عن هبة الذكور، ما قالش يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا، لا، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إنما أهل مكة لا، كانوا يحبوش خلفة البنات، وكان عندهم عادة كده مقيتة بغيضة، بعض الناس يعني مش كلهم في العصر الجاهلي كان عندهم عادة مقيتة بغيضة، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وبعدين ياخد البنوتة دي وهي على قيد الحياة، وبعدين يحفر لها حفرة ويدفنها. أعوذ بالله، إيه الجبروت ده اللي معروف به وأد البنات، حتى في سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يا وفي قراءة قتلت، أنا قتلت ليه؟ فطيب هم بيكرهوا البنات، طب أنت بتكره البنات تقوم تنسبها لربنا؟ يعني سبحان الله، حتى القرآن يقول ويجعلون لله ما يكرهون. إيه الناس دي؟ يعني هو بيكره البنات ما عندوش حق إن بيكرههم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، قالوا إن الملائكة بنات ونسبوهم لربنا. ربنا بيقول يعني أم له البنات ولكم البنون؟ طب إزاي؟ هو ربنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ما عندوش أولاد، ولم يولد ملوش لا أب ولا كلا ولا جد ولا الكلام ده، سبحانه ليس كمثله شيء، لم يلد ما عندوش أولاد ولم يولد
ما عندوش بقى آباء وأجداد ولا الكلام ده، سبحانه ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدي احنا حافظين قل هو الله أحد بقالنا سنين، حد يعرف يعني ايه كفوا؟ يعني ولادنا يعرفوا يعني ايه كفوا؟ يعني ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. طب الصمد يعني ايه؟ الصمد يعني سيد الحوائج، يعني الحوائج كلها تقضى من عنده هو سبحانه وتعالى، هو اللي بيقضيها. فالمثل اللي جاء في سورة النحل رقم واحد، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. بيجوا للأصنام رزق ربنا اللي ربنا من عليهم بيه، بيجعلوه للأصنام، يقول لك أنا هأذبح للأصنام، أنا هطلع قربان للأصنام، والأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يعني يمسك المولودة ديت وهو حاسس انه يعني مستزل كده وضعيف، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. إيه ده؟ إيه دي المصيبة دي؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم. وناخد أم مؤمن. يا أم مؤمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأخرت عليك يا أم مؤمن، معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يهمك، ازيك يا ابني عامل ايه؟ ازيك يا حجة؟ الحمد لله، ازاي صحتك يا ابني؟ أهلا وسهلا ومرحبا. ربنا يرضى عليك يا ابني، يجعل أيامك كلها سعيدة يا رب، ويرضى عليك برضاه يا رب. وإياكم يا أم مؤمن، وإياكم. بالله عليك يا ابني، ربنا يرضى عليك، معلش توسع صدرك ليا شوية، الله يرضى عليك. اتفضلي. بص يا ابني، انا عندي ابني عنده 38 سنة. أيوة. لسه ما اتجوزش لحد دلوقتي. أيوة. فانا قاعدة في ايجار حديث، انا مش عايزة حاجة الحمد لله، بس انا عايزة اعمل له، هو بابا كان في القوات المسلحة على معاش، انا ممكن اعمل له قرض واجيب له شقة، لان هو سنه كبر كده ومش عارف يتجوز. طيب هل ده حرام ولا حلال؟ حاضر، هجاوبك يا أم مؤمن، شكرا لك. أم مروة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم مروة، تفضلي. لو سمحت عايز أسألك شوية. تفضلي يا ست. أنا كان جوزي بيغسل زائد 14 سنة. أيوة. وعندناش إلا بيت قديم هديناه وبنيناه. أيوة. دلوقتي عمها عايز ياخد منه، يا ما يجوم محاله ومش وحاجات من كده، مش عارفين نعمل ايه. عم مين؟ يبيع البيت وياخد فيه ولا نعمل ايه يعني؟ عم مين؟ ما عرفناش اللي هو البيت ده. يا ام مروه، اعمل كارد. ها؟ أه؟ اعمل كارد ولا مش عارف اعمل ايه؟ لا هو دلوقتي عايز يشكينا عشان ياخد في البيت اللي احنا عايشين فيه. زوجك فين يا ام مروه؟ زوجي توفى الله يرحمه رحمه واسعه، وساب مروه وحد معاها؟ ما عنديش الا مروه بس. طيب بعدين انتوا والبيت هو قاعده فيه انا ومروه. ايوه. البيت ده بقى اتبنى في عهد المرحوم ولا بعد المرحوم؟ بس بنيناه بمصاريفنا احنا الشخصيه. أيوة. ايوه بعد المرحوم ولا بقى؟ بنتي بجواز بنتي وهو عايش. وهو عايش، تمام. حاضر، هجاوب. بنيناه بنتي وفلوس من جوزها عمل قرض تاني وكده وبنيناه يعني. حاضر. فلوس بنتي وجوز بنتي. أنا هجاوبك يا أم مروة، شكرا لك. يا حاجة ابتسام، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يجازيك عنا خير يا شيخنا. الله يكرمك يا حاجة ابتسام، أهلا بيك، اتفضل. أهلا بحضرتك. الأول والله أنا عايزة أقدم نصيحة الأول، أنا بسمع كتير أول البنات اللي هم تأخرهم في سن الزواج، قولها على مهلك قوي ونقي وتمهلي، لان لما بتدخل خلاص بتشيل بقى كل البلاوي الدنيا فوق دماغها، ما بتقدرش ان هي ترجع بيت اهلها تاني. شكلك اتلسعت يا ابتسام. الحمد لله على كل حال، ربنا يفرج كربك. بصي، ما حدش في الدنيا هياخد اكتر من نصيبه، بس عشان نبقى عارفين.
الحمد لله رب العالمين. فضل. كل ربنا يدهنا خير الحمد لله. اللي انا بسأله انا يعني برضو موضوع الجواز وحصل جواز، بس انا يعني دلوقتي بقالي 3 سنين وما فيش اطفال. أي. وبشوف باخد المر من اهل جوزي، يعني انا من اسكندرية وهم من الارياف. فدي عقوبة تانية بقى. في سبب في سبب طبي ابتسام يمنع؟ والله من ناحيتنا احنا الاثنين يعني. طيب حاضر. انما الدكاترة ما قالوش مستحيل يعني. لا بس هم هو رافض ان انا يتعالج او هو يتعالج او اي حاجة، ومشاكل وبيسيب البيت ومش والحاجات دي كلها، بس في المقابل ان اهله عايزين يجوزوه. عايزين يجوزوه. طيب. وبيحصل مشاكل كتير يعني، هو بيحصل ان هو بيسيبني وبيسيب البيت وبيروح بشتم بكوني اسكندرانية، نحنا مش عارفة ليه يعني باقي المحافظات. طيب. مهم يعني. فانا يعني حقي في طلب الطلاق، لان بيقول ان انا كده بكفر العشير يعني، ان انا كده بطلب الطلاق بدون وجه حق. هجاوبك. لان في اهانه وفي ضرب وفي قطيع وفي غلط كتير، وانا حاضر هجاوبك يا ابتسام. ربنا يرفع عنك البلاء يا ابتسام ويفرش كربك. اخونا الاستاذ محمد، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضل يا سيدي استاذ محمد. يا شيخ رمضان. اتفضل يا حبيبي. يا طيب القلب والجوهر والبدن. الله يسعدك يا حبيبي، الله يكبر خاطرك ويرفع قدرك. يا من ملأت فراغ الشيخ الشعراوي يا شيخ رمضان. الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم انفعني بما يقولون واغفر لما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. دي مكانة كبيرة جدا يعني، ربنا يجعلنا عند حسن ظنك. في حلقة حضرتك يا شيخ رمضان اتكلمت فيها عن الابتلاء زي الغم والضر ومكر الناس. ايوه. اي حبيبي. الخوف والادعيه الخاصه لكل موقف منها. ايوه. كل هذه الابتلاءات يا شيخ رمضان بتلازمني من 20 سنه. وكذلك بالاضافه لما يهتز لها عرش الرحمن. ايوه ايوه. وهي قضيه كبيره وبتهم كل مؤمن ومسلم وكل غيور على دين الله يا شيخ رمضان. ايوه. طب انا هقول لك على فكره، على فكره يا عم محمد، ربنا يكرمك ويفرج كربك ويرفع عنا البلاء اللهم امين. خد رقم من الكنترول وتواصل معايا بعد الهوا ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبي. يا حاجة اسماء، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الشكر موصول لسيادتك والفريق الاعداد كله. شكرا لك يا حاجة اسماء. انا ليا 3 اسئلة. تفضل. السؤال الاولاني، احنا في الدعاء بنقول اسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. انا عايز افهم دي. حاضر. السؤال الثاني، احنا ليه دايما في الدعاء بنقول وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ليه ما بنقولش مع عبادك الصالحين؟ حاضر. السؤال الثالث، هل صحيح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شرا منه حتى تلقوا ربكم؟ حاضر. وشكرا جزيلا على حسن استماع سيادتك. أسئلتك جميلة يا حاجة أسماء، ما شاء الله، شكرا لك. نسرين يسرية، يا حاجة يسرية السلام عليكم. السلام عليكم يا حاجة يسرية. ازيك يا شيخ رمضان؟ اهلا وسهلا ومرحبا. وطي التلفزيون يا حاجه يسريه، الله يسترك. بقول لحضرتك لو سمحت انا عايزه اروح عمره على حسابي الخاص يعني. يلا مع حضرتك يعني. مع حضرتك. توكلي على الله. يلا بصح على حسابي يعني. توكلي على الله. يلا تعالي معانا، اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك يا رب. هحولك للكنترول. طيب يعطوك يا رقم. شكرا يا دكتور. رقم التليفون. شكرا. ايوه حولني للكنترول. شكرا ليك يا حاجه يسريه. شكرا يا دكتور. اكرمكم الله. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ده ما شاء الله، ده هتبقى صحبه جميله قوي. ده كتير من حبايبنا ومشاهدينا الكرام عايزين يطلعوا مع جروب الكلام الطيب. انا بقول ناخد اوتيلين 3 كده، فندقين من بابهم هناك بقى. ونكتب عليهم فنادق الكلام الطيب. لا ان شاء الله ربنا يرزقنا الصحبة، ان شاء الله ربنا يرزقنا الصحبة ونلحق نص شعبان هناك بإذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا يقدر لنا الخير.
يا أستاذة هند السلام عليكم. معلش يا هند ما. طب عودة الاتصال بنا مرة ثانية. فشفنا يا حضرات المثل اللي جاء في سورة النحل قد إيه الجماعة المشركين والناس في العصر الجاهلي كانوا يصفون الله تبارك وتعالى وينسبون لله ما لا يليق به. ونحن المسلمين نؤمن بأن كمالات الله لا تتعالى. يجب على المؤمن أنه يقول أنا والله يجب لله كل كمال مطلق، وكمالات الله لا تتناهى لا يحصيها العد. يعني ما أقدرش أعد كمالات ربنا لله الكمال كله، لا يحصيها العد ولا يحيط بها علمنا. أمال أنا مؤمن بأن الله تعالى علوا كبيرا، أنا مؤمن بأنه ليس كمثله شيء. ولذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، سيد الحوائج سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك الآيات لحد الآية 60 في سورة النحل الله يقول ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم. مين معنا؟ يا أستاذ عمرو السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا حبيبي. عندي كم سؤال كده يا شيخ. تفضل. ربنا كان رزقني بحمل المدام. ايوه. عدى 3 اشهر وبعدين نزل عليها دم وكان سقط. ايوه. فانا حاسس انا السبب. ليه يا حبيبي؟ لا مش انت السبب ولا حاجه. لا ما انش الاوان. انت عندك اولاد ايه يا استاذ عمرو؟ معايا يوسف. عنده كم سنه؟ عنده 3 سنين وشهرين. ان شاء الله ربنا يمن عليك بذرية طيبة صالحة. لا انت مش السبب في حاجة. انت بتعامل زوجتك كويس يا استاذ عمرو؟ الحمد لله. طيب. لسه ما انش الاوان. يعني من مضغة مخلقة وغير مخلقة. يعني الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام. يعني ربنا عارف كل حاجة. اللي هيحصل حمل واللي هتغيض الارحام، اللي هيحصل سقط، يعني ده كل ده باراده ربنا سبحانه وتعالى. لسه ما انش الاوان. ربنا يمن عليك بالخلف الصالح يا حضرات. يعني مش انا السبب. لا. انا احس ان انا السبب. لا يا حبيبي لا مش انت السبب. ده انا هقول لك على حاجه. شكرا ليك الاول. ده في ناس بتستخدم مانع للحمل عشان ما تحملش وربنا يمن عليها بالحمل. ايه رايكم بقى؟ والله ولو شفنا نماذج كتير كده سبحان الله. زوجه بتقول له وتروح للدكتور يقول لها انت حامل، تقول له حامل ازاي؟ ده انا بستخدم مانع كذا. اراد الله ان يبقى في حمل. يعني بما ارادتش واراد ربنا ان يبقى في حمل سبحان الله. وفي ناس تانية بتلف على الاطباء والاطباء يقولوا لهم والله انتوا سلام ما فيكوش حاجه، ما عندكوش مانع. طب ما بيخلفوش ليه؟ مش عارف ليه. يعني مش هو سليم؟ وهي سليمه؟ انا ما بيخلفوش ليه دول؟ اراده ربنا. لسه ما انش الاوان. فلا تحملوا انفسكم من الامر ما لا تطيقون. مين معانا يا شباب؟ يا ام حمزه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام حمزه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. والله يا فضيله الشيخ انا كنت عايزه رقم التليفون بتاع الاستاذ اللي كان متبرع ان حد لو عنده توحد يتصل بيه. فانا عايزه ليا ابن اخ وعنده الحاله ديت، فعايزه رقم التليفون لو سمحت. طيب سيب لنا تليفونك يا ام حمزه واحنا يعني لو هو شايفنا دلوقتي. اظن كانت اللي اتصلت بينا سيده يعني، وكان ده عن طريق اخوها يعني. فيا ريتها تتواصل معانا عشان اقعد افرق. الموضوع ده كان من خلال الرسائل. انا عموما هقلب في الرسائل بتاعتي، لو وصلت لرقمها هكلمها وابعته لك يا ام حمزه ان شاء الله بعد ما نستاذنها الاول. شكرا ليكي وربنا يمن على ابنك بالشفاء ان شاء الله.
يا أستاذة نجلاء، السلام عليكم. ازيك يا فندم؟ سلام عليكم. اهلا وسهلا يا نجلاء، اتفضل. الله يخليك يا فندم، انا سؤالي بخصوص الزكاة. ايوه. في انا بطلع زكاتي مش مرة واحدة، انا بطلعها زي بشكل مرتب كل شهر. كويس. ويعني ربنا بييسر لي ان انا بدفعها الاسرة يعني مكونة من زوجة مريضة جدا وزوج برضو مريض قوي وما يقدروش يشتغلوا. كويس. معاشهم بسيط، ولو عاشوا على المعاش مش هيعيشوا. كويس. لكن للأسف هي لها ولدين، ولد منهم ما بيشتغلش. أيوة. ومش عايز يشتغل، ولما بديها أنا الفلوس دي طبعا هي بتصرفها على العلاج مع أكل في البيت، ولكن وممكن هو طبعا بياكل معاهم. طيب. فهل الزكاة اللي أنا بدفعها هنا صح ولا غلط؟ حاضر. فأنا نفسي أعرف يا فندم، لكن أنا لو منعتها عنهم مش هيقدروا يعيشوا. لا يعني ما تمنعهاش يا نجلاء، وتقبل الله زكاتك، تقبل الله طاعتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك وانت بتعملي عمل جليل. شكرا ليكي. وناخد اختنا سهام. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا حاجة سهام. ايوه، ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا بيك. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. اهلا بيك يا ستي، اتفضلي. والله يعني عندي بنتي بعد عنك عندها كان ورم على المخ وكده، ونفسنا نطلع معاك عمره ان شاء الله. انا ادفع يعني اللي انتوا عايزينه. طيب سيبي رقم تليفونك وخدي رقم تليفوني وتواصلي معنا بعد الهواء يا حاجة سهام ان شاء الله. شكرا لك يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا سارة، اهلا بيك. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا سارة، تفضلي. عايزة رقم حضرتك لو سمحت. بس كده؟ لا. حاضر يا سارة، شكرا لك، احولك للكنترول. نستسمع حضراتكم، نطلع استراحة قصيرة كده، نعود إليكم بعدها بمشيئة الله. ابقوا معنا، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم مجددا، سائلين المولى تبارك وتعالى ان يفتح علينا فتوح العارفين، وان يوفقنا توفيق الصائبين، وان ينفعنا بالقران والذكر الحكيم. كان ناس كتير سالت عن مساله العمره، ان شاء الله خلال هذا الاسبوع ستتضح كل الامور ان شاء الله، وبعدها باسبوعين ان شاء الله هتطلع رحلة العمرة فوج الكلام الطيب. هيطلع مجموعة من الأمهات، من أمهاتنا الفضليات الكريمات، وهيطلع مجموعة من أبائنا الكرام الأفاضل. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا الأمر، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. وبالنسبة لإخواننا اللي هم حبوا ان هم يشاركونا في العمرة على نفقتهم الشخصية، طبعا هم احنا عطناهم رقم شركة السياحة اللي احنا طالعين معاها، وهم تواصلوا معاها، وان شاء الله كلنا هنبقى مجموعة واحدة، نسأل الله ان يتقبل بإذن الله تعالى. يا آية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا آية، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا شيخ رمضان؟ اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا طبعا بشكر حضرتك جدا على البرنامج اللي حضرتك بتقدمه لنا دوت. الله يكرمك. وكنت عايزه اسالك على حاجه واطلب منك طلب. يلا اتفضلي. انا كان في حد عندي عامل لابنه دية، فكان قايل ان هو يعني كان تعبان قوي، وقال لما يخف هذبح له خروف. طيب. فهو ما دبحش، ويعني كل شوية بيحصل حاجة للشخص ده، بس هو مش هيدبح ومش هيعمل الدية دي، هو قاله خلاص. فاحنا عايزين نعرف بدلها نعمل ايه. يعني هو مش هيوفي النذر. لا، مش هيوفي النذر دوت، وهو اصلا يعني مش عايز يعمله خالص. حاضر، ماشي. السؤال التاني. تاني حاجة، انا عندي ستي عايزة ان هي تطلع عمرة مع حضرتك.
وماله خلاها تطلع. هي عندها في حدود 85 سنة أو دخل على 90 كده، وحضرتك طبعا قلت الأولويات للناس الكبيرة دي، فأنا متعشمة خير قوي في حضرتك. أنت قدمت لها يا آية؟ أنا لسه ما قدمتش، مش عارفة التقديم إزاي كده. أنت بتتابع البرنامج يا آية؟ انا بتفرج عليه من فتره طويله يعني، الحمد لله بسبب حضرتك بقيت بعمل حاجات كتير كويسه والله. انت خريجه ايه يا ايه؟ انا معايا دبلوم تجاره. طيب يا ست على عيننا وراسنا، شكرا ليك يا ايه. العفو. طب ما احنا بقالنا ايه قرابه الشهر، طوال شهر 4 كان البرنامج عمال في كل شويه التنويه عن العمره، وقلنا يا جماعه راسلونا على عنوان القناه، وقلنا يا جماعه راسلونا على الفيسبوك، وجات لنا الحمد لله طلبات كتيره من حضراتكم، وقد كده في ناس طيبين والله يا حضرات، هتشوفوا نماذج جميله قوي ان شاء الله. يا فاطمه السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا فاطمه الطالبه شيخ رمضان. يا حاجه فاطمه اتفضلي. السلام عليك يا حاج رمضان. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أنا نفسي أطلع عمرة يا ابني، ربنا يخليك، وعلى حسابي أنا يا رب يخليك. طيب تواصل معنا بعد الهواء يا حاجة فاطمة. حاضر، شكرا ليك يا حاجة فاطمة. خلونا نكتفي بهذا القدر من الاتصالات. طاهر، يا سلام، أخونا طاهر السلام عليكم. يا سلام عليكم. عليكم السلام يا حاج طاهر، أهلا وسهلا. لحضرتك يا حبيبي كل سنة طيب. كل عام وحضرتك بخير يا حبيبي، اتفضل. وانت بخير ان شاء الله. والله العظيم انا بحبك في الله، لان انت يعني كان بدات صدرت كده وانا صغير بواحد شكلك بالظبط وتعلقت بيه. ربنا يكرمك يا حاج طاهر، احبك الله الذي احببتني فيه، ربنا يكرمك. يعني الشبه يعني مش عايز اقول لك 100%، ولكن انا ليا بس تعليق صغير. اتفضل. الله يكرمك يا حبيبي. الاخت اللي اتصلت. رحت فين يا حاج طاهر؟ معلش يا حاج طاهر، طب معلش يعني كنت اقول لك عاود الاتصال بينا مره ثانيه، بس للاسف وقت الحلقه خلاص اوشك على الانتهاء. تعالوا نشوف اسئله حضراتكم سريعا كده. حاجة ام مؤمن ابنها عنده 38 سنه ولم يتزوج، وعايزه تجيب له شقه ولكن معاش فلوس، وعايزه تجوزه، فهي بتتكلم عن قروض الشقق. يا حضرات احنا بنقول بنكرر أن التشريع الإسلامي لا يقف عقبة أمام مصالح الناس. لو هيحصل ما يعرف بالتمويل العقاري، في حاجة اسمها التمويل العقاري، يعني إيه؟ أن حد بيشوف شقة عجباه وعايز يشتريها، بس الشقة دي غالية تمنها غالي، مش معايا فلوسها، طب أنا عايز أشتريها بالتقسيط، البائع ما بيبيعهاش بالتقسيط، طب أعمل إيه؟ فيجي البنك يمول الشقة دي كأنه بيشتريها، يعني يدفع فلوسها كاش ويقسط لي أنا، ده اسمه تمويل عقاري. الأحناف بيقولوا في الفقه الحنفي إذا توسطت السلع فلا ربا، يعني لما يبقى في سلعة في النص يبقى ما يبقاش في ربا. ففي سلعة اللي هي ليه الشقة، فالبنك هيدفع فلوس الشقة وأنا هقسط للبنك بزيادة شوية، كأن الشقة بمئة ألف فأنا بقسط بقى للبنك 120 ألف، كأنه عمل لي ريسيل أو إعادة بيع مرة ثانية، بس البنك ما بيروحش يشتريها، وكلنا أنا أشتريها، أنا قدمت له أوراق وكده وقلت له ده هو ده قرض شقة وأنا عايز أشتري الشقة، هي الكلمة نفسها غلط بس إحنا بنقول قرض يعني اللي الناس عارفاه يعني، فهو مولها لي وأنا اشتريتها وقسطت له، ما فيهاش حاجة طالما تم هذا في مجلس العقد. أم مروة، مشكلة يا حضرات والله، يعني سبحان الله إحنا بنغلط بنخطأ أخطاء كبيرة، بنيجي ندفع إحنا الضريبة بعد كده. زوجها الله يرحمه رحمة واسعة كان عانى من المرض فترات طويلة وتوفاه الله، ربنا يرحمه، وهو على قيد الحياة، دخلت ما عندهاش إلا بنت واحدة، دخلت البنت دي بمعاونة بقى نفسها بمعاونة زوجها، عملوا جمعية وجددوا البيت اللي هو بيت مين؟ اللي هو بيت المرحوم، جددوه. اتكتبت عقود بالكلام ده؟ ابدا. طب دفعوا الفلوس بناء على ايه؟ طب انا بنتي هدت بيتي وبناته، اجي اقول لها بص يا بنتي لا انا ما كلش حقك يا بنتي،
انا بصي انا هكتب لك نص البيت نظير ما انت بنتي. النهارده في عرف السوق عندنا ممكن واحد يبقى عنده حته ارض ملكه وبعدين يجي مقاول يقول له بص انا هبنيها ونقسمها بالنص، هبنيها مثلا 12 شقه يبقى انت 6 شقق وانا 6 شقق، ده في عرف السوق معروف يعني. له قصه كده تفاصيل اكثر هم رجال الاعمال عارفينها. طيب البنتك يا ام مروه هي اللي رفعت البيت وجددته وكذا من فلوسها ومن ذهبها ومن شبكة اي مكان بقى، بس البيت باسم جوزك الله يرحمه. فلما مات الزوج يا حضرات نيجي نوزع التركه بقى، الشقه العماره دي بتاعت مين؟ بتاعت المرحوم فلان الفلاني. مين ورثه المرحوم؟ زوجه ليها التمن وبنت ليها النص والباقي ياخده الاخ الشقيق بقى اللي هو يبقى عم البنت يعني. طب احنا نعمل ايه بقى؟ تعالوا يا مشايخ. المشايخ هتعمل ايه؟ اذا مش ربنا قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه؟ انا لو بقول لابني معكش 10 جنيه يا ابني الله يسترك فاداني 10 جنيه اقول له خد يا ابني تعالى ده تعبك وشقاك تعالى يا حبيبي بص انا اديتك وصل اهو بال 10 جنيه او بنظير ال 10 جنيه هكتب لك المج ده باسمك ما هو قيمته 10 جنيه مثلا يعني. طب ما عملناش كده، احنا بقى المشايخ هتعمل ايه دلوقتي؟ عمها عم البنت يعني عايز حقه. طيب حقه في ايه؟ في البيت اللي هو باسم مين؟ باسم المرحوم. طب بس مين اللي بناه؟ ولاد المرحوم اللي هي مروه. طب احنا معناش ورق بيقول ان مروه اللي بنته. هي دي المشكله بقى. القاضي بقى لما نروح للقاضي، القاضي ايه؟ القاضي مستندات يا حضرات. القاضي ده فين سند الملكيه بتاع البيت؟ البيت باسم فلان الفلاني يبقى هيتوزع ميراث شرعي. واضح؟ فاحنا بنقول اهو بقى يعني على قيد الحياه لازم النقط تتحط على الحروف، لازم نحط كل شيء في مكانه يا حضرات عشان حدود ربنا، عشان ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ابنك سافر بره وتغرب وعمال يبعت لك فلوس وانت تبني وتشيد وتجدد وعملت عماره 10 ادوار من شقه ابنك وتعبه. طب عوضه، اديله حاجه نظير شقاوه وتعبه. ما حصلش، فجي بعد عمر طويل بقى للاب مات، فيجي الابن زيه زي اخواته يقول ده اللي انا اللي بنيه، ده كانت حته ارض انا اللي بنيها طوبه طوبه. نقول له ما ملكيتها مع مين؟ بتاع ملكيتها باسم المرحوم يبقى تتوزع ميراث شرعي. قال يعني انا تعبي؟ ما هو تعبك بقى ما اتكتبش، ما اتحطش في مكانه. واضح يا حبايبي؟ فده امر مهم جدا يا حضرات. ربنا قال لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. العدل يا جماعه، العدل اساس الملك في كل الامور. ده انت امرت شرعا انك تساوي بين اولادك في الابتسامه، تضحك الناحيه دي تضحك الناحيه دي، تدي ده يبقى تدي ده وهكذا. ابتسام زوجها بقالهم 3 سنين وما خلفوش وزوجها بيعملها معامله سيئه جدا وبيتجوز عليها، هيتجوز عليها او بيتجوز او اتجوز ايا ما كان. بتقولي انا ليه حق في طلب الطلاق اذا كان بيهن ويضربني؟ ليك حق في طلب الطلاق، انت حره. ليك حق، هو حد يغصبك؟ انت عايشه مع واحد مش حاسه بالامان او الاحترام او يسيء اليك، من حقك مش الصبح امبارح تسيبيه، انت حره. اذا قال لي تسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، لا في لا سكن ولا موده ولا رحمه، تعمل ايه يعني؟ اصبري يا بنتي على ايه؟ على انه كويس وظروفه وحشة؟ لو هو كويس وظروفه وحشة اصبري ان شاء الله حتى تباتي من غير عشاء، اصبري كويس. طب لو هو مش كويس تصبر عليه؟ واضح يا جماعة؟ فده امر غاية في الاهمية، لا تكلفوا الناس ما لا يطيقون، الله يستركم. يا حاجة اسماء سلت الجميل، اسألك لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو ده دعاء النبي علمه لنا عليه الصلاه والسلام. يعني ايه؟ يعني يعني انا عايز يعني يا رب اسالك لذة النظر الى وجهك الكريم من غير ما اتعب، وانا عشان اشوف ربنا هعمل ايه؟ هموت. طب الموت ده هيبقى سهل عليا ولا صعب؟ لا انا مش عايز حاجه صعب. واضح؟ انتوا عارفين ان في ناس يوم القيامه هتخش الجنه متكتفه؟ الله انا لما جيت زمان اتعلم الحديث ده كنت استغرب قوي، ايه ده؟ يعني في ناس تخش الجنه متسلسله مش عايزه تخش؟ لا مش عايزه تخش.
يعني هو قال لهم ادخلوا الجنة وعزتك وجلالك احنا عايزين نرى وجهك الكريم. طب ادخلوا الجنة عشان تروا وجه الله الكريم. لا ندخل الجنة الاول نشوف وجهك الكريم الاول. ما هو انتوا لازم عشان تشوفوا وجه الله لازم تدخلوا الجنة. يقولوا لا وعزتك وجلالك احنا عايزين نشوف وجهك الكريم. احنا يعني وجهك الكريم اهم عندنا من الجنة. طب بس ادخلوا الجنة الاول. لا هو نرى وجهك الكريم. فالملائكة كانوا يكتفوهم كده عشان بس يدخلوهم الجنة عشان يروا وجه الله تبارك وتعالى. يبقى يا رب احنا نرى وجهك الكريم في محطة هنمر بيها, محطة الموت وسكرات الموت المحطة دي يا رب احنا بدون ما نتعب وبدون ما نفتن. هو ده معنى الدعاء. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ده دعوة سيدنا سليمان. ليه مش معه؟ لانه احنا بنلتزم بادعية القرآن من السنة, ادعية القرآن. وفي غير مع دي حرف مصاحبة. لا انا عايز ابقى في وسطهم. ده في البخاري بتاع الحديث ان النبي وصانا بالصبر وانه يأتي زمان الا والذي بعده شر منه من الفتن. طب اعمل ايه بقى ساعتها؟ نعمل ايه؟ اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني مكان الموت راحة لي. خلاص احنا جاوب عدم الوفاء بالنذر اخر حاجة معانا. انا جاوبت عليك يا حاج نجلاء, زكاتك في محلها ربنا يتقبل منك. عدم الوفاء بالنذر يا حضرات, الانسان يكفر عن نذره كفارة يمين, يعني يطعم 10 مساكين او كسوتهم, فمن لم يجد يبقى الصيام 3 ايام. بارك الله في من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع مع دعائنا لله تبارك وتعالى أن يرحم أهلنا في سوريا, مع دعائنا لله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.